تبارك وتعالى وصلت اليوم الاحد 15 اكتوبر 2020 الدفعه 13 من لحوم الاضاحي لهذا العام، وفضوها 3 اطنان، ليصل اجمالي ما وصل الى محافظه الصقاليه حتى الان 52 طن من نتاج مشروع صكوك الاضاحي لهذا العام. والان يتم توزيع الدفعه بمعرفه الساده مدير الادارات على المستحقين الشرعيين. نتقدم بخالص الشكر والتقدير الى معالي السيد الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف على هذا النشاط الاجتماعي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على النبي المصطفى وبعد. اليوم الاحد 18/10/2020 تسلمت مديريه اوقاف الغربيه الدفعة 16 من لحوم صكوك الأضاحي ومقدارها 3 أطنان، ليصبح إجمالي ما تحصلت عليه المديرية عدد 42 طنا يتم توزيعها على من الأسر الأولى بالرعاية. والله أسأل أن يوفق العاملين في هذا المشروع إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 18/10/2020 تم وصول الدفعة 16 من لحوم صكوك الأضاحي التي طرحها وزارة الأوقاف، وقد وجه معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة لتوزيع هذه اللحوم على الأسر الأشد احتياجا